كم مستمعينا الاعزاء، تحيه لكل ام مغربيه كتسمع لينا، تحيه الوالده. راه يلا جلس عند مجرد دابا وصاتني الوالده يلا خويا افتح نمشيو مرحبا ديالنا. دابا شوف باقي عندي واحد الغسول ملكي اللي قلت لك طب طب هذا ان شاء الله باذن الله نحاول ما امكن نقولوه غدا باذن الله. دابا غادي نرجع للاتصالات اللي كان جاتني والاستفسارات اللي كان جاتني، نعقب عليهم كل اللي بغى نصلح ليها شي حاجه، وكل اللي دايتو مزيان راه كنشكروها من هنا يعني تبارك الله. بالنسبه للغسول عباد الله، تنقول لهم واحد الحاجه، الطريقه ديال العجينه ديالو حنا قلناها وقلناها. اول حاجه كما كنجيبوه اش كنديروا ليه؟ كندخلوا الفران كنشحروه شويه، ضروري ترجع فيه شويه العافيه. علاش؟ باش يطلق وتفتت لينا، زائد يساعدنا حتى في الخدمه ديالو. عاد باش كنديروا عاميس ميزاجور ان فيه الشوائب ولا شي حوايج زايده ولا هكا ولا هكا، كتبخر مع هذيك الحراره كتمشي بحال هكا. واللي كنجيبوا كاسرونه ديالنا واحد المعدل عطيتو لهم، الا داروا كيلو ديال الغسول يديروا مع اطرو ديال الماء، راه باينه جوج كيلو جطره الماء، ويديروا الاعشاب. اعشاب غيديروا مع كبيره مزيانه، داروا جوج مزيانه كيدوزيو، غير الهدف عندنا هو هذه زائد هذه تساوي هذه، راه ساهله ماهله. نغليو الاعشاب، جميع الاعشاب اللي طاحوا في بالهم ولا اللي كيتفكروها ولا اللي قلت لهم انا ولا اللي عندهم هما دايرجه في المنطقه، انا عندهم شي حاجه يدخلوها. يعطيناهم كنا عطيناهم في الاول، عطيناهم الازير وعطيناهم الريحان وعطيناهم بابونج وكذلك الريوت والنعناع والسالميه والزعتر، هادو مزوينين. نغليوهم من يبدا يطبخ نخليوه يطبخ واحد الدقيقه ونطفيو عليه ونغطيوه، تيدفى لينا شويه ونجيبو الصفايه ديالنا. هذاك الكميه نصفيوها فوق منه بيه فيه، علاش نصفيوه فوق منه سخون باش ملي بغيو نعجنو كيعطينا الطوع، زائد ملي بغيو نعجنو نديرو شي حاجه شي فورشيط وشي حاجه ونمعكوه مزيان، ما نخليوش فيه الكويرات. بعض المرات بحال وحده كتصيفط لي الصوره راه كتبان لي من خلال التصاور ديالو كاين شي بليسات ما داخلينش من العشوب، علاش؟ ما معكاتوش ما دلكاتوش مزيان، ما حيدوك الفقاعات ودوك الكويرات ما حيداتهمش. لا هي ضروري تولي راك قلت لهم تولي عجينه ليكيد واحد باش من يدخل نديرو في لاطا ونحطو في الشميشه. عطيو الخطر عطيو الخطر، راه كيما قلت نقول راه كلشي راه اشرب الماء ولي ساهل، راه كلشي فيه الخدمه ضروري. تمعكم مزيان ويطلق اللون ديالو ويطلق ويولي كله خليط واحد نسيج واحد، ونديروه في اللاطه ديالنا ونحطوه في الحراره ديال الشميسه 24 ساعه. الغد نهبطوه ونتراسيوه بالموس. السيده اللي قالت لي راني بغيت نهبطو لقيتو تفرشش، هذيك هبطتيها بنتي اصلا اش نقول لك، خليتي على الله شحال خليتي، لحقاش هو نزل مفرقع، لحقاش كميه ديال مثلا كيلو مع اطرو ديال الماء راه ما غاتنشفش لينا في النهار، هذه راه باينه. لا دوز 24 ساعه بها النهار مثلا في الحراره راه ما فيها باس، كنديروا واحد نهبطوا ونديروا ميس ونطراسيو، وديك الساعه كنبداو نقطعوا فيه بالطول وبالعرض بحال شغل دامه ولا بحال شغل كروات، وديك الساعه نرجعوا الشميشه ونخليه يتقرم على خاطره. انا كنقول لكم العوده، ما عمركم تنزلوا هو باقي بارد، بدليل ملي تبغي تطلعوا عليه شدوا شي طريف من الكروات قلنا قلبوه غتلقاو انت باقي فازق، ايوا انت باقي فازق وجبطتي ورشيتي فوق منه الزيت، الموزيد راه ما كيتلاقاوش، ملي تلاقاو كيعطينا شي حاجه ماشي هذيك. مرحبا لك، شي مكالمه هي الاولى. نمشيو للكوثر ناخذ الاتصال ديالها من تمارا، مرحبا تشارك معنا مع تجربه هي الغسول. يلا بالي شوفوا كوثر. كوثر صباح الخير. وعليكم السلام. مرحبا حبيبتي، الله يبارك فيك. الحمد لله ربي يخليك. مرحبا. كنقول لك تبارك الله عليك، شحال من وصفه ديالو جربناها وصدقات معنا وبغيت لك الخير بنيتي، والله يفرحك. يلا بالي شفت لك كوثر. الطريقه باش ندير شي طريقه نديروا بها زيت الحلبه في الدار، زيت الحلبه باش نصوبو في الدار. ساهله ماهله، بقاي ما تقطعيش، غتاخدي الحلبه ومن الاحسن خدي حلبه بلديه زوينه هذيك الرقيقه وفيها حبه كحله حبه حمراء حبه صفراء حبه قهويه، هذيك هي الحلبه ديالنا، ونقيها تتاكدي منها مزيان وطحنها في الطحانه العطريه وتطحن مزيان. وغتجيبي الزيت ديال نور الشمس، ما كاين ما احسن من زيت نور الشمس في الابسورباسيون، باش كل واضح معاك. دابا بالمناسبه راه كيلقاو شي قريعات كيتباعوا مثلا في محلات تجاريه ولا في الزرقاء ولا في شي حاجه، شي قريعات ديال 60 ميلي مكتوب عليهم زيت الحلبه. هذا كلام لا باش نجيكم من الاخر، الا ما تخاش من مكان موثوق منه معترف به راه ما زيت حلبه ما والو، هذا اللي غنعطيك انا احسن منه 100000 مره. علاش؟ العناصر باينه قدامنا، عندنا الحلبه مطحونه وكذلك زيت نور الشمس، ونخمروه نديروا نجيبوا قرعه تكون لونها المهم ما تكونش بيضاء وماشي بلاستيك، تكون لون غامق، يا خضراء زرقاء كحله قهويه ليمونيه ما عندناش مشكل، غير يكون لون غامق. كنديروا فيها نص سطرو ديال الزيت ديال نور الشمس وكنزيدوها تقريبا شي نزيدوها رابعه ديال الحلبه مطحونه مزيانه باش خرجنا مكونسونطري مركز، ونسدو عليه مزيان وناخذوه نحطوه في الشميشه تطيب على خاطرها 15 يوم 20 يوم شهر. ملي تنزلوها مثلا قريبه لكم المحل حاطه فيه ولا شي بالكون شي حاجه قريب نزلتوها مثلا وطيبتوا شي حاجه شي كاسرونه غتسلقوا بيض ولا شي حاجه، تشد ديك القريعه تنحطها وسط منهم خليتها تطبخ بديك الحراره ديال حمام مريم نستافدوا منها. علاش؟ باش يكون مركز اكثر. او نهار تقريبا كملنا شهير به وهذيك النهار اللي غادي نعصروها ما نحركوها ما والو، نجيبوها نخليوها تبات تترقد عشان غيهبطوا لتحت الزويته غتطلع لفوق، ونجيبوا الصفايه ديالنا وقرعه اخرى ونسقطوا
هذه الكميه كامله. داك التخت اللي غيبقى لنا في قرعه ما رميوش ديك النهار في الاول زدنا شحال نسيطرو دابا نزيدو عروبعه. علاش؟ باش هذيك الكميه اللي باقا مع زائد بقايا ديال الزيت اللي شربات وشبعات مع داك الشيء ديال الحلبه هاد الرويبعه غتجينا روام قد قد باش هي كدري كنحصلوا عليها ان شاء الله من شهر ثاني تكون بما كملنا هذه نديروا هذه. رجعوا دابا لهاد زيت الحلبه اش غديري به؟ تقدري تدخليه بزاف الحوايج من التكبير من التمديد من تقويه الشعر. من نقولوا الحلبه كنقولوا ماده بروتينيه من مصدر نباتي غنيه بالاحماض الامينيه وفيتامينات فيتامين ا فيتامين او زائد راه من بين العلاجات. من نقولوا الحلبه تنقولوا مستحلب تنقولوا حاجه فيها الخصوبه فيها الحليب يعني من المقويات راه من بين الحوايجات اللي كتقوي لنا الزغبوط تقوي الفروه وتعالجها زائد كتحفز لنا البصيله. هذه راه ساهله ماهله ديروا الا درتوا هذه راه ما تقام عليكم حتى ب 50 درهم ما بين السيطرو ديال الزيت والحلبه ما واصلهاش 30 درهم والرابعه ديال الحلبه ولا 200 غرام ولا 150 غرام على حسب الجهد اللي بغاو هما ويطحنوا راه فعال فعال فعال. غير حاجه واحده دائما القرعه تكون ديال الزاج ولون غامق وتحط في الشميشه ولقيت اللي ما عندنا ما كاين لاش مشلو لونها بطون نديروا في حمام ريم ندوزوها لمده شهر يصبروا معنا. ولكن الا بغاو ياخذوها يعني صراحه زيت تقريبا ياخذوا ما بين 60 70% ديال زيت الحلبة الفري 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 هو راه اصلا راه غير زيت نور الشمس مع الحلبة احسن مليون مره من داك الزيت اللي كيتباع خربيقه زربيقه باش ما نكلوش عباد الله. هذه دار لكل شيء البشره يدار لكل شيء عباد الله كيدير عطاك رد الخدود التمديد والنفخ راه كيدخل هو مع تراكي حتى شي نهار نديروا لهم شي اسبوع خاص كيسولوني على نفخ الخدود ان شاء الله حتى شي نديروا شي اسبوع عليهم نبداو من الصيغر حنا طالعين حتى الخدود ان شاء الله باذن الله. مرحبا بنتي. شكرا لك كوثر. شكرا لك حبيبتي على المكالمه. غادي نمشيو دائما استقبال اتصالاتكم مستمعينا. نمشيو مراكش دابا نسلموا على ليلى. زيد صباح الخير ليلى. صباح النور كيف سمعتي لاباس عليك؟ الحمد لله ليلى مرحبا بك. كي داير خويا الحساب لاباس عليك؟ واكي دايره انت هي يلاه جبت مراكش دابا على المشط ديال القرن راه كتجي من عندكم راه كيصوبوا في مراكش. اييه اييه ايوا وقولي لي تتسولي واش ما كتواصلي معنا شحال دايره المشط ديال القرن عندكم في مراكش؟ والله ما نعطيك خبار ما واحد قالوا لي واحد الثمن خلعني ولقينا هنا في مارشي جماعه في درب سلطان ثمن يعني وهي هذيك باش ما كانت تواصلي معنا مره اخرى وسولي عليها وقولي لي الثمن ديالها. ان شاء الله نسول عمتي اللي مدينه ونسول عليها ان شاء الله ونرد عليكم الخبر. مرحبا عافاك الله يجازيك بخير اخويا فتاح. عندي واحد المشكله انا عندي النمش في وجهي زيد وعندي تقريبا من كان عندي 7 سنين هو في وجهي. واخا غنسولك نعم الوالده ولا شي اخت اخرى ولا شي خاله ولا شي حاجه فيها تاي النمش ولا لا؟ هو ما كاينش في شي حد. مهم بنت عمي بنت عمي اللي بنت عمي تاهي فيها النمش هو فيها كحل انا فيها داك القهوي وهي واللون ديال البشره ديالك كي دايره بنتي؟ في الاول كان صافيه كنت بيضه عاديه ايه ولكن مورا الزواج ديالي والولاده ديالي ولا اي صافي هي هانتي شوفي 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 انا نعطيك حاجه حويجات ولي ديريهم راه زوينين وساهلين وغير حاجه وحده كيبغيو الاستدامه ماشي نديرهم سيمانه وفي الاخر نقول لا العشاب راه قال ما عطات والو. الاولى هي مطيشه نجيبو مطيشه نقطعوها دي غونديل يوم ايه يوم لا نبدا نقومي بها الوجه ديالي ولا ندلك بها ولا المهم كاع الاماكن اللي فيها النمش ندوز عليها غير غنكون ما غتخرجي ما والو عا في الدار ونخليها ونضرب ثاني في العشيه ثاني عاوتاني ندير واحد التدويزه بداك لي طرونشي ماطيشه صافي ملي بغي نعس غسل وجهي عادي صحيه بخير وعلى خير. الغد الاخر لا الغد الاخر الغد اللي تابعو نديرو يوم ايه يوم لا. هذا كاين ثاني حاجه اخرى عندنا لا لا تقدري تخلطي الماء والحامض او الماء واللبينه. لقيتي شي لبن مثلا باقي حلو شويه وطري وهو لبن ولكن شويه بنين وحلو باقي جديد نديرو بوحدو ديريكت. لقيتي لبن شويه حامض وعاقد وشويه معتق مزيان خلطو بميها قطيين ونمسح به البشره ديالي كامله راه غيبدا يضمحل داك اللون بالتدرج. ولكن كنقولو عاوده لك كل كاع اللي كيتصنتوا لينا راه ماشي الوصفه نديرها سيمانه 10 ايام او نقول لا ما عطاش نتيجه. هذه كتبغي استدامه ونديرها غير يوم ايه ولا لاحظتوا راه دائما تنقول لهم يوم ايه يوم لا ومن بعد كتولي الدرج مرات في اسبوع من بعد كتولي الدرج مره واحده بالتدرج ما يجي البشره تصفى وتقاد تيكون الجسم ديالنا تاقلم وتفاعل مع هاد العناصر خصوصا حنا كنقطعوا ليه هاد التركيبه بالتدرج راه ساهله. عندنا لي طرونج ديال مطيشه او الحامض والماء او اللبن والماء اللبن حامض او البن اللي كنحلو نديرو بوحدو مسحو به. غير حاجه وحده الا درنا التراكيب ما نكونو ما نخرجوش وماشي ديريهم تبعي هذه بهذه بهذه. مثلا اليوم درت مطيشه الغد اخر من الغد ما ندير والو الغد الاخر نقدر نبدل ندير اللبن
بالغد الاخر نبدل ندير الماء والحامض وانت ما غاده بالتدرج. هذا ما يمنعكش ما يمنعكش، زائد انك تحمي راسك من الشميشه هذه وحده. دائما نضيضره تكونوا كبار وشاب يكون كبير داير، وانت غاده دائما هزي معك في يدك دفتر ولا شي حاجه. كنديرها حتى انا بعض المرات، غنعرف غنراسي غنضرب واحد المسافه ديال الطريق والشمس وداك الشيء، حد دفتر ولا كناش ولا شي شوميز ولا شي حاجه كتهزي في يدك ملي غتبغي الشميشه ملي تقالك مع الوجه نهزو بحال هكا ضربي بوجهي الريتام بداك البشره تتعافى وترجع كما كان ديك الساعه عيش حياتك عاديه. مرحبا. وعفاك اخويا فتح واللاتينو ديال فتا واخا حتى في يديا ولا راني سولتك. شوفي اسميتك بدا فكريني. ليلى. ليلى سمعي ليلى، راني سولتك قلت لك واش عندكم في العائله في خواتات والخالات وداك الشيء والعمات؟ ايوا راه هادي اللي غنوصيك عليه هو التغذيه ديالك. حفزي في ماده الكولاجين. ملي نقول ماده الكولاجين راه هي اللي كتعطي الترابط وتحفيز ماده الميلالين وتحفيز كذلك المناعه في الجسم، وكتعطي الخليه كتخليها قويه باش الجسم ودوك التصبغات الطبيعيه اللي خصها تكون خصها تطلع هي هذيك، والزوائد والشوائب والتصبغات ما تطلعش، هو كيرجعوا النظام الغذائي. راه كنقول لك في الاول خفت نضيع الوقت باش من لهذا، انا كنقول لك دابا تهلاي في النظام الغذائي ديالك وحاولي ما امكن. كنقول لك كنعاود الناس عندهم شي مشاكل بحال هكا التغذيه ديالهم، خصوصا اللي كيكون عندهم هادشي وراثي، يحاولوا ما امكن يفلتوا من ديك التوريثات. هما شنو هي؟ هو ان النظام الغذائي ديالهم يحفزوه ويأطروه. راه ملي كنقول لك النظام الغذائي انا ما كنطلبش شي حاجه جايه من شي كوكب اخر، راه الخضره والديسير والاوراق الخضر والخضر الورقيه هادو نركز فيهم مزيان، وزويته بلديه وكذلك زويتينات وقت الزيتون تبارك الله مراكش معروف بالزيتون، وخبيز القمح او ديال الشعير او ديال الذره، والتغذيه ديالنا كويس ديال اتاي، يعني التغذيه ديالنا تكون متوازنه ونبعدوا من السقاطه بين قوسين، وغتكون فهمتيني وفهمتيني وفهمتيني. زائد النظام اللي درتيه وزائد هذيك المساحه ديال هاد المحاليل راه مزيانه، وما يعفيكش انك دير على الاقل واخا مره في الاسبوع شي مرطب طبيعي، زويته بلديه مع شويه الشمع مع شويه الكريم مع شويه شي حاجه اللي تكون طبيعيه راه خدامه فعاله ان شاء الله باذن الله. خويا تفتح كان ديال طن ديال المرطب وتنزيد مع بعض. ليلى 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 المرطب كيحمي ما لي جاي، اما انت دابا عندك النمش ديجا كاين ودير التراكيب اللي قلت لك عليهم، والمرطب تيكون هو اخر حاجه ديريها في الليل، يوم ايه يوم لو سيري عليها ضربي مثلا شهير ولا شي حاجه ولي جمرات في اسبوع، ضربي 15 يوم اخرى مره واحده في اسبوع، تيلا يجريك ما تولي ديريها غير مره في 15 يوم بالتدرج. عندي كلب شرا جافه داكشي باش تبعناك المرطب ما غنلقايش ما احسن. الى حداكم شتماك مراكش تبارك الله راه كاين مالين الاعشاب ومالين الزيوت وداكشي راه موجود الخير، غتسولي لي غير على زبده الشيا وزبده الكاكاو والزيت ديال البابونج وزيت الرشيم قمح وزيت الكوك، هادو اللي جمعتيهم راه فيهم السحور باش نجيكم من الاخر، راه هذا قبط له في الترطيب وفي العنايه بالبشره وكحمايه من الشمس. نتمنى ان شاء الله من الاخت ليلى وتسولوا لينا على المصطاد ديال القرن شحال دايره ديال القرن. واخا خويا شوف حتى غادي نمشيو سريعا ماشي بعيد على مراكش، غادي ناخذوا مكالمه من اكادير. يلا فدوى. السلام عليكم فدوى. وعليكم السلام. صباح الخير حبيبتي، تفضلي. مرحبا. الله يبارك فيك. تفضلي. عندي سؤال على هذا المهم اللي كنهضر معاك ولكن ما كاينش في الخد. مرحبا. اول مره عاوتاني شفت. المهم بغيت نسولك على عندي انا مرض صدفيه اللي كانت صغيره ايات تدواز. المهم اللي صغيره انا كندوز من التاج واخا انا جايك. شوفي شوفي انا جاي. اسميتك بنتي؟ اسميتك فدوى. فدوى سمعيني، شحال في عمرك دابا تيا؟ انا 27 عام، باقي ما تعتقي ان شاء الله وفي مقتبل العمر وباقا فنيونه وريده ان شاء الله باذن الله غتفتح مازال. شوفي الصدفيه باش نجيك من الاخر هي نتيجه ماشي مرض عضوي جلده كذا كذا، الجلده راها بافي راه داك الخلل اللي كيكون عندنا في الجهاز العصبي والجهاز الهرموني وزائد الجهاز المناعي هو اللي كيؤدي لنا الصدفيه، لان الصدفيه كتعالج منين؟ ما كتعالجش من برا، من برا كنعطيو حويجات باب استئناس، ولكن كتعالج من الداخل. شنو هو؟ الله قلت السيده اول حاجه نحفز النظام الغذائي ديالي، التغذيه تكون صحيه الطوب والمكملات الغذائيه القويه، راه ان شاء الله باذن الله في هذا الاسبوع ولا اسبوع الجاي غنهضروا على المكملات الغذائيه اللي كترفع المناعه من جهه، زائد الحويجات اللي كتسولاجي وكترخي. الله يجعلك ما تاخذي السولي دابا اكادير راه بلاصه الاعشاب، راه كنمشيو نجيبو منها اعشاب، غتولي تاخذي واحد التخليطه تولي تصاوبيها وتشربي كويس الصباح وكويس العشيه، غنبداو بالحويجات الدارجه كنقول لك ونعاودها اللي ساهلين وموجودين، هذه كشريب وهي نفسها غتولي تغليها وغتعومي بها، من وراها كديري فوطه تنشفي وكتبعها كمرطب. المرطب اللي عطيت للسيده دابا نقدر نفكرك به، اش كتاخذي؟ عندك لاله بابونج، مرد الدوش، الحبق، باللعمان، الهندبه، المهم الهندبه بصفه عامه والهندبه البريه، نزيدوا الزعرور، نزيدوا ورق ديال الزنبوع، نزيدوا كذلك الكركادي، نزيدوا اللويزه، نزيدوا العطرشه، هادو حويجات هادو ولي جيبيهم شويه 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 ونغليهم ونديرهم في قريعه ونديرهم في الثلاجه، نصفيهم في الثلاجه، الصباح كويس وفي العشيه كويس، ومن الاحسن شربيه يكون دافي. علاش؟
يكون في درجه حراره ديال جسم الانسان كيما تشربي غيتابسورب وغيتشرب وغيفيدك غيفيدك باش بالراحه وسولاجمون وتكون كونسونطراسيون زائد ملي تحط راسك الخديه دغيا تفرفرت نعسيت تمشي بحالك النعسه تمشي زائد شنو ثاني المورال كيولي مقاد ولا تقادنا المورال راه هو شنو هو ديك البوس والكارت مير ديال جسم الانسان راه هي اللي كتميتريز لنا جوج الاعضاء ملي كيكون المورال عندنا وجهاز عصبي متصل وماشي هو داك راه كلشي كيتخربق لنا لا الجهاز هرموني ولا جهاز مناعي كلشي كيتخربق تلا بدا كاين في هاد المسائل اللي كتصوراجي وترخي وحتى دابا هذا الشيء اللي عطيتك قيتيه ولا ما قيتيش راه ماشي 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 شي حاجه كبيره علاش دخلي لمواقع البحث ديري غير الاعشاب المنسمه ولا الاعشاب اللي كتشرب من اجل الاسترخاء راه يخرج لك العجب خدي اللي عندكم موجود تماك وديري كمغلى بريق ديالك وشربي كويس في الصباح كويس في العشيه هذا من جهه هاد الاعشاب نيت هي ملي شربت منها بقى لي شويه في الكاسرون داك التخت اش ندير نزيدو ثاني شويه ونزيد واحد ايطرونس تاع الماء ونشعل على البوطون طبخو مزيان دابا استعمال خارجي نغليه مزيان ونطفي عليه ونصفيه ملي ندخل نعوم ندخل معايا رشاش هذاك المحلول يكون باقي دافي في ذاك الرشاش ونرش به الجسم ديالي كامل خصوصا الاماكن اللي فيها ديك الصدفيه ونفرك بفروتي وماسي وندلك ديك الاماكن ماسي بها مزيان وندير فوتي ونخرج من الحمام ما نشلي المورا والو ونشف وتكون ديجا وزدتي واحد الحكيك راه يلاه قلتها دابا في الحويجات كتهدئ قلنا زيت البابونج من المهدئات هو دخلنا في العمر دخلنا في الشريب ندير زيت البابونج راه موجود راه كاين وما غاليش بزاف زيت الكوك راه بالعلاجات الصدفيه والاكزيما والطفح الجلدي ولا كلشي نزيدو كذلك زبده الشيا زبده الكاكاو هضرت عليها والبارح راه مزيانه فعاله هي نزيد راه شي مقام من اجل الترميم الا بغيتي الدوزي وتحلقي وتخدمي لالا مولاتي وسولي عليه واحد العجب تيقولوا لي بروبوليس راه نهضر عليه غدا ان شاء الله بروبوليس راه موجود هذا الكريم هذا غتولي ديريه في الطبيب تاخدي منه شويه هذا الخليط كامل ديال الزيوت هزي منه معلقه كبيره ديرها في الطبيسيل وزديها واحد ربيع معلقه ولا راس معلقه ديال البروبوليس وحركيه سير لوشو تمتم ودهني به الجسم ديالك على الاماكن اللي فيها الصدفيه من اجل الترميم والتخيط وزائد الترطيب والتنعيم ونعطيو حتى مقاومه للجسم لان البروبوليس من بين مضادات الحيويه الطبيعيه اللي كاينه في الطبيعه لحد الساعه طوب دو طوب راه كل حاجه تصدر بدل فاسر لان داك البروبوليس راه من خارج من الشهده والشهده اش فيها فيها العسل فيها النحل فيها البروبوليس فيها الغذاء الملكي فيها حبوب اللقاح فيها اللقاح ديال الملكه فيها الملكة براسها في هذيك النكهة ديال الأزهار فيها زيوت الطيارة ديال ذوك النباتات لو كاش المكالمة هي الأولى كاين على الخير كثير مرحبا على الراس والعين لما خصصنا توحشونا أجي توحشونا يلا بالي معنا سي عبد اللطيف من سلا ومعنا كذلك ليلى من مكناس مرحبا نمشي سريعا خويا عبد اللطيف ألو عبد اللطيف دابا انقطع الاتصال عبد اللطيف يلا سريعا مشيو ليلى من مكناس ليلى الو السلام عليكم وعليكم السلام ليلى اختي تفضلي مرحبا بخير عليا كيدايره الحمد لله ديالنا العشاف ربي يخليك الله يشكركم على هذا البرنامج الله يعطيك الخير بنتي الله يسهل عليك بغيت شي وصفه ديال زياده الوزن الله يرحم الوالدين واه يلا قلتي الاسبوع اللي فات ما كتبعيناش حي على كناري ويلا كنقول سومية المتتبعات ديالنا راه داك الشيء كينوطي ورقه السيلو والله الا كل يوم تنسنت هذا البرنامج حتى لا ما كنتش راه الاسبوع اللي فات قلتها اوكي ها انت سمعي انا عطيك الحويجات اللي دارجه ومعروفه اللي كيديروها الياتين المغربيات القدامات ملي كيوجدوا البنيه ملي كتبغي تتزوج شي حاجه كيركزوا على هذا النظام هذا في التغذيه ديالها كتولي واقفه على الصح ماشي زياده الوزن الشحمه والتهلهي لا الصح الهبره والشحمه والوقفه والمناعه والقوه ولا لا مولاتي غنبداو بالمكسرات احنا هضرنا عليهم مكسرات من المكسرات كنبداو من الهضره لاكوش من كاوكاو اللوز القرقاع الاكاجو البيستاج نزيدو النوازيط اللي قلنا راه النواز راه موجود هو كاين والبندق باللغه العربيه النوازيط والبندق هادو نزيدوهم شنو هما عرف فواكه الجافه شنو هما نديرو الزبيب نديرو التمر نديرو الشريحه نديرو برقوق نديرو مشماش ديال العراس داك اللي كيكون هذاك نديرو حتى هويا اللي بانينا عند اللي كيبيع فواكه الجافه نجيبوها لا وندوزو جوج الحبوب كاش كنلقاو كنلقاو يلاه هضرنا دابا على الزيت ديال الجلجلان ناخذوا جلجلان ناخذوا الحلبه ناخذوا إيلان ناخذوا الصوجا ناخذوا زريعه الكتان هذا الشيء راه بارك راه فيه الكفايه كل شيء تنقى وتصوب عندك خيار من جوج بغيتي ديري لي نص تحميصه حيت انا ما كنحبش الوصفات كنصوب ما كنطيب حتى حاجه كلشي بغيت باش يا علاش ملي كطيب بعض الحويجات كيتزادوا بعض الحوايج كينقصوا لهذا انا غنعطيها خيارات بغيتي دونك بلا ما درت نعم قلت لك توفر عليها حتى الخدمه توفر على الخدمه لا حيت كاين تيني في المذاق هنا فين قالت قر ملي كيكون حوايج الحبوب كتطحن وكتعجن مع هاد العناصر مذاقها خضر ماشي هو مذاقها طيب مذاقها طيب كتولي بحال شغل تقاوت بحال زميتها بحال سلو يتسابقوا على الوليدات ونتمنى من الله اللي بغيتي ديريها تريتمون ديريها نص طيبه بحالاش غتدخلي هاد العناصر هادو يكونوا دخلوا الفران ولكن ما طيبيهمش يلاه يتشحروا شويه
نتبخر منهم كميه الماء اللي فيهم ونخرجهم ونطحنهم ونجيب هاد العناصر اللي قلت كل شيء مطحون ونعجنوا. الا بغيتي تبنيهم بنيهم بعسيله فقط لا غير. الزيت البلديه ما ديريهاش، انا الزيت البلديه من بين الحوايج اللي كتحد من الوزن وكتنقص من الكوليسترول الضار اللي حنا بغينا مجهد شويه. وثاني حتى المذاق كما قلتي سميتك الرضا، وبغيتي تبني شي زويته عندك زيت موجود، ما كاين ما احسن من زيت ديال الجلجلان، صافي ساهله مهله ونعجن بها وعسيله وهادو نديرو كويرات. ايوا لالا عينك ميزانك، كره كبيره ولا كره صغيره ولا ثلاثه الكرات ولا جوج، علاش قديتي الصباح وسط النهار وفي الليل وكولي. ولكن هادشي كامل ما يستنكش انك تاكل ماكله الدار، حنا ماشي غدير هادي ودير الرجل راه كليس كويره من اللي قال العشاب، لا ناكل نغلق مع الدار باغا تزيد الوزن وما عندي لا مرض والو، تاكل وتاكل بالوجبات وتحرك وطلع في الدروج وتهبط باش يكون داك زياده الوزن صحيه مثاليه، ما ندوش بحال داك القوس اللي كنهضر فيه شحال راه مشكله ديال شي عجب كيطحنوا ويعطوا لعباد الله راه كاين اللي الله يجيب العفو. طيب حنا ديما سلامه وصحيحه اهم حاجه. طيب خويا افتح رجع معنا عبد اللطيف. يلا باهي هو الاول سي عبد اللطيف، تفضل اخويا مرحبا بك سي عبد اللطيف. ايوا فين هذا عبد اللطيف؟ وا عبد اللطيف فينك اخويا؟ اه فينك سي عبد اللطيف؟ كنتسناو فيك، كنتسناك على يسري دابا. نشوفوا خويا عبد العزيز راه كيتواصل معايا، الا كان باقي معنا ناخذوه الا كان قطع ان شاء الله في حلقتنا ديال غدا يتواصل معنا. يتواصل معنا. تفضل خويا افتح باش نختموا ان شاء الله. نختموا ان شاء الله باذن الله. كاع الناس تواصلوا معايا على الغسول. قلت لك انا تقريبا شي 15 مكالمه بين البارح العشيه واليوم الصباح هضروا لي على الغسول. 10 ما صدقش لهم سمي اختي، ولكن نجي نشوف راه بنيه صغار مساكن، ولكن اللي صدق لهم بحال الاخت باقا عاقل عليها نجات ام اشرف الروعه الطوب، راه باقا لها سولتها قالت لي راه هذا عندي قد وقد في العمر وكذا وهذه وكانت كديرها امها وجدها وداك الشيء. قلت لها العيالات اللي تسقاو وي والدريات ديالها الصغارات مالهم زربانات اغلبيه هبطوه باقي ما كارمش. قلت لها وكنعاودها الغسول من التراسيو وتساليو خليتوه يومين بمناسبه هذا الاسبوع هذا راه ما كانش الشميشه حاره اللي تكرموا عباد الله، راه ثاني هذا قوس نفتحوا لهم بان لكم الجو مخربق ماشي هو ذاك مغوبش ماشي هو ذاك ما نديروش اختي حتى تكون اسبوع ولا 10 ايام 15 يوم يعني الجو صافي في باش نتاكد من الحراره ويبرد عفوا يكرم ويقشف لينا وما يبقاش منين نقلعوه يولي كيساسو كيراسو كيلفو كارم تحت كارم. اما لا بحال دابا فهاد الشميشه مرات تجي مرات تغيب مرات تصب الشيوه مره كذا راه ما غيكرمش مزيان. نقلبوه انا قلتها على ملي غيتقطع وغيتفتح لينا ملي غنزيدو دابا هو خلينا 24 ساعه في الشميشه نهبطوه نطراسيوه بالموسم بالطول وبالعرض ولا كاروات نرجعوه الغد الاخر غير يتفرقع لينا. مين غيتفرقع؟ ما غيتفرقعش كما صيفطت السيده فاطمه الزهراء مهيشر، لا غيتفرقع من الخطوطه لحقاشنا ساعدنا وغيتنفس كمية ديال الماء ملي كتبدا الغليان وكتبدا تفابورا كتدفع حتى هي راحت سي بويسونس كتدفع كتفرتك لينا الغسول. ولكن حنا درنا لي متنفس من تفرتك غيتقطع لينا وغيتفرتك لينا على حساب الكروات اللي قطعنا دي ساعه ملي نهبطوا النهار الثاني اش خاسرين نقلبوه ونرجعوه الشميشات نتاكدوا ملي نشدوا الغسول نقردوه بيدينا سمعوا الطلق بحال هرسنا شي جاجه عرفوا قاس هذيك الساعه نديرو زويته غيشربها وما يعطي لا ريحه ما يعطي لا تبرقيع لا يديك يخليك وتكون فائدته رائعه رائعه رائعه. نعطيناهم الغواسل كامله ومازال بغيت بقى لي شويه الوقت نرجعهم للغسول ديال القهوه راه سولوني عليه بزاف. المهم بالنسبه للغسول ديال القهوه راه فعال فعال، انا مبغيتش نسميه ملكي لحقاش باقي عندنا غسول اخر ملكي اللي صراحه ريحته ماشي هي هذيك ماشي كتكونش حيت مكونات غنقولهم الناس هذا لمن غنسيب لهم ان شاء الله باذن الله ديال غدا هو العيالات والترجال اللي عندهم صلاة مبكر العيالات اللي عندك كثروا الصبيع كثروا الخدمه السيشوار داك الشيء راه كاين فراغات في القنا راه كيعرف كاع الناس عارفين هادشي مره منك تدرك على الشعره اول حاجه كتبدا القنا كتبدا تخواليها هاد الغسول اللي غنقول لهم غدا ان شاء الله غنسيب لهم هاد ان شاء الله فيه كاين فيه هذا غتشوف فيه العجاب راه كاين اللي غيقول لك او وهذا بمناسبه شكون كيتكال وواحد العنصر فيه انا نفتح لي قوس غنهضر عليه مزيان راه كيتباع دابا في الانترنت في فيسبوك واتساب وكذا واشهارات لا لا درت هذه هذاك هذاك هذا كيبيعوا من الوهم اه منتو زوين خليتها غدا ونحرق شي مره حتى غدا ان شاء الله باذن الله نهضروا عليه هاد القوس هذا. المهم غنعطيهم ديال القهوه قهوه والشوكولا باش يكون فيه مذاق ولون. يلا سريعا سريعا ان شاء الله دقيق. هي الاولى انا للغسول ديالنا كنقول لهم كيلو ديال الغسول تخيطينا صوبناه راه عرفنا التريتمون ديالو كدوزو في الفران حطينا جيم كنديروا معاه معلقه وحده كبيره ديال القهوه وكنديروا معاه جوج معالق كبار حتى ثلاثه ديال بودره الكاكاو كنديروها اش كنديروا لهم هادو كنديروهم في كاسرونه وكنزيدو لهم عطرو ديال الماء ونطبخوهم. بغينا نركزوا اللون حيت ملي غيكون بودره الكاكاو راه يكون لون غامق حنا غنزيدو نحفزوهم باش نحفزوهم الكركدي
ما درت الكيراتين طبيعي اللي هضرنا عليه شحال هادي، نزيدوا الكركادي غيخرج لنا واحد اللون غامق ما يديروا لا كرفسي لا والو، راه لون ما نقولش لكم كحل زوين غامق مغدي. انت بودره الكاكاو والقهوه، بودره الكاكاو والقهوه اولاد العم بعدا كيتشابوا في تحفيز الدوره الدمويه زائد مضاد الاكسده، غير ان بودره الكاكاو اغلى ماشي اغلى ربي اعلى منه في الكفاءه، زائد غني بفيتامينات فيتامين ا فيتامين سي فيتامين دي وفيتامين او زائد مضاد الاكسده، يعني الطوب دو طوب والريحه ثاني زوينه. هذا ملي غنديروا نعجنوا بهذا المغلى ديال القهوه والكركاد الكركادي وبودره الكاكاو، نصفيه ونعجنوا نصفيه وناخذوا الماء نعجنوا به. واش غنديروا؟ نديروا في لاطه ديالنا ومن نطلعوه نزيدوا واحد رشيشه ديال بودره الكاكاو من الفوق، باش ملي قلنا غاسو ديال الشوكولاته بغينا يشبع بابا الشوكولات حتى لا جبدوه ريحه الشوكولات تكوخ في الحمام ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله غير يكرم يتقطع طريفات ويتسقى باي زيت حيت هذا غني بالريحه. الله يجعلهم يديروا عازيت نوتر واحد يسقيوه به، زادوا زبده الكاكاو ذوبوا مع شي زبده نوتر ورشوه به وسقوه به، وكنقولوا دائما يقلبوا من هنا وهنا وعطى الطوع وتكرم وتقشبر، هذاك هو اللي كاين. ونوض على سلامته. ونوض على سلامته. شكرا لك خويا فتاح، يعطيك الخير، يلاه اختك على حضورك معنا وعلى كم الوصفات والاجابات على تساؤلات. شكرا مخرجنا خويا عبد العزيز كرومي على المرافقه ديالك والاختيارات الموسيقيه، فريق الاعداد اختي فاطمه زهراء اختي ماريا، تحيه لكم كاملين، نلتقيو غدا ان شاء الله الى طول العمر، ودائما كنتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه في نفس الموعد برنامجكم الاسري لاله فاطمه مع تسودير صباح. تهلاو فراسكم.